أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم اجمعين الى يوم الدين باب اخر من ابواب التوحيد من كتاب الكافي الشريف عنوانه الكليني رضوان الله تعالى عليه بباب النوادر جمع فيه أحاديث لطيفة في بعض المسائل المرتبطة بالتوحيد وتفسير بعض الآيات القرآنية من جملة الآيات القرآنية قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه في سورة القصص هذه الآية يتحير فيها المجسمة الذين يقولون بأعضاء لله سبحانه وتعالى وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء أخذوا عقيدتهم من اليهود فجسموا الرب عز وجل. ولاجل أن يستدلوا على عقيدتهم الفاسده اضطروا الى انكار المجاز في القران الكريم فيقولون لا مجاز في القران مع ان المجاز من المحسنات في اللغه العربيه والقران مليء بالمجازات والاستعارات والكنايات يقول ان لله سبحانه وتعالى يدا بمعنى خاء الحقيقي ويستدل بآية قرآنية يقول إن لله رجلا بالمعنى الحقيقي ويستدل بحديث موضوع يقول إن لله عيون بالمعنى الحقيقي ويستدل بآية قرآنية مع أن هذه الآيات هي من الآيات المتشابهة و هنا مجازات وملطفات للكلام ومن بلاغه القران ذلك عندما الايه تقول تجري باعيننا ليس المراد ان الله سبحانه وتعالى له اعين وانما معناه برعايتنا وهذا استعمال مجازي شائع بين العرب وحتى غير العرب عندما يقول يد الله فوق ايديهم ليس بمعنى ان لله يدا بالمعنى الحقيقي لليد وهي فوق ايدينا بالمعنى الحقيقي المكاني للفوق وانما المعنى ان قدره الله سبحانه وتعالى هي الغالبه فلا قدره امام قدره الله سبحانه وتعالى وهكذا سائر الايات لكن المجسمه هؤلاء والمشبهة حينما يصلون إلى هذه الآية الشريفة كل شيء هالك إلا وجهه هنا يتحيرون في تفسير هذه الآية ما يتمكن من القول بالمجازية أن المراد من الوجه الذات وهذا استعمال شائع هذا الاستعمال المجازي لماذا لا يتمكن من القول لأنه يخالف مبنى مبنى أنه لا مجاز في القرآن فاذا ما يقدر يقول بالمجازية المعنى الحقيقي هم لا يتمكن من القول به معنى ذلك أنه والعياذ بالله أنه فقط الوجه يبقى وسائر الأعضاء مثلا تزول وهذا أيضا لا يتمكن من الالتزام به فلذا يقعون في حيص وبيس بعضهم يقول أن الوجه في اللغة يعني كل الشيء تقول وجه الشمس يعني كل الشمس لكن لا يعلم ان هذا تعبير مجازي، الوجه هو هذا العضو المخصوص، اما سائر الاعضاء لا يسمى وجها. الذات اذا اطلق الوجه عليها فهذا تعبير مجازي، وهذا يعرفه كل من يعرف ابجديات اللغه العربيه. مثلا في ايه اخرى ايضا يتورطون. نسوا الله فنسيهم. زين هل الله ينسى؟ حسب القاعدة لازم هؤلاء يقولون أنه ينسى نسيانا يليق بجلاله مثلا لكن لا يتمكنون لأن النسيان واضح صفة نقص لا يمكن أن ينسبوا النسيان إلى الله لأن هذا إنكار للعلم ويقول إلى الكفر الصريح فيتورطون في هذه الآية آية اللافظ تعبير مجازي نسوا الله فنسيهم يعني تركهم انا نسيناكم يعني تركناكم في العذاب لا بمعنى النسيان الحقيقي كل شيء هالك الا وجهه ليس المراد من ان سائر الاجزاء تهلك فقط يبقى الوجه وفي ايه اخرى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام زين اما ناتي الى تفسير وتاويل اهل البيت عليهم الصلاه والسلام لهذه الايه كل شيء هالك إلا وجهه أما التفسير فواضح أن كلمة الوجه استعملت مجازا ويراد بها الذات يعني كل شيء إلى فناء إلا الله سبحانه وتعالى لا فناء له فهو الأول وهو الآخر أما سائر الأشياء كانت مسبوقة بالعدم وستفنى ثم الله سبحانه وتعالى يعيدها قبل يوم القيامه يفنيها ثم يعيدها في يوم القيامه هذا تفسير الايه حسب ظاهره لكن للايه تاويل والراسخون في العلم وهم الرسول والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام بينوا بطون هذه الايه لان القران كل شيء فيه ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين الكتاب المبين في بعض التفاسير هو القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني القرآن الكريم كل شيء في القرآن زين في ظاهر القرآن كلا وإنما في باطن القرآن ظاهر القرآن فيه بعض الأمور وباطن القرآن فيه كل الأمور فلهذه الآية بطون بينت في الأحاديث الراسخون في العلم بينوها عليهم الصلاه والسلام. من تأويل هذه الآية ومن البطون أن المراد بوجه الله الدين. يعني كل المبادئ تزول وفي زوال إلا دين الله سبحانه وتعالى فهذا يستمر إلى يوم القيامة. هذا بطن من بطون هذه الآية الشريفة. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الدين سيتغلب على جميع الاديان، هو بالحجة غالب من اليوم الاول لكن الظهور والسيطرة سيكون له على جميع الاديان وفي أحاديث بين ذلك الزمان في زمان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث انه يحكم الارض كلها وجميع المبادئ والاديان تزول في عهده عليه الصلاه والسلام. فدين الله لا يزول. هذا المعنى والتاويل الاول. التاويل الثاني الأعمال الصالحة كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا ما أريد بها وجه الله يعني الأعمال التي الإنسان يأتي بها قربة إلى الله سبحانه وتعالى هذه لا تزول هذا التأويل الثاني لأن الأعمال الصالحة الله سبحانه وتعالى يرفعها وينميها إليه يصعد كلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اما الاعمال غير الصالحه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله سبحانه وتعالى يحبط الاعمال غير الصالحه، اذا واحد اتى بالصلاه رياء عمله محبوط. إذا أتى بالصلاة قربة إلى الله سبحانه وتعالى هذا عمله يبقى. فهذا التأويل الثاني لهذه الآية، يعني كل شيء يهلك يزول هباء منثور إلا العمل الصالح الذي أريد به وجه الله. المعنى الثالث المراد بوجه الرب سبحانه وتعالى المؤمنون يعني الجميع يهلك في عذاب الله سبحانه وتعالى إلا المؤمنين الله يقول وحل يهلك إلا القوم الظالمون وفي آية أخرى وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وفي آية ثالثة ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه وانما سمي المؤمن وجه الله سبحانه وتعالى لانه الله سبحانه وتعالى يواجه الناس بالمؤمنين كما سنبينه هذا التاويل الثالث واما التاويل الرابع ان المراد بوجه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام والأنبياء الأنبياء والأئمة هؤلاء وجه الله بأي معنى؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعلهم وسائط بينه وبين الناس الله سبحانه وتعالى لم يوح مباشرة إلينا لأننا ليست لنا قابلية تلقي الوحي تلقي الوحي مباشرة من الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى اصطفاء وقابلية الله سبحانه وتعالى جعل هذه القابلية في الأنبياء ولذلك يوحي إليهم جعل قابلية حمل الدين في الأئمة عليهم الصلاة والسلام ولذلك عن طريق جدهم محمد صلى الله عليه واله يوحي اليهم عن طريق جدهم ويحدثهم عبر الملائكه لانهم محدثون كما في احاديث كثيره هذا ليس يعبر عنه بالوحي وانما يعبر عنه بالتحديث فجعلهم الواسطه بينه وبين الخلق فلذا يواجه الناس بهم الله سبحانه وتعالى حكيم وهو قادر قدرته عامه لا حدود لها كان يمكنه ان يوحي الى اي واحد واحد لكن لم يكن في ذلك مصلحه وانما المصلحه كانت في اصطفاء مجموعه وجعلهم الوسائط فيواجه الناس عبر هؤلاء فلذلك صاروا وجه الله لان الله يواجه بهم الناس وهذا التاويل الرابع فاذا تفسير الايه كل شيء هالك الا وجهه يعني الا ذات الرب واما تاويل الايه بطون الايه الدين المؤمنون الاعمال الصالحه الانبياء والائمه. وهذه الاحاديث او بعض احاديث هذا الباب اشارت الى بعض هذه التاويلات، مثلا هذا الحديث عن الحارث بن المغيره النصري يقول: سئل ابو عبد الله عليه السلام الامام الصادق عن قول الله عز وجل تبارك وتعالى: كل شيء هالك الا وجهه. فقال ما يقولون فيه؟ هؤلاء المجسمه ماذا يقولون هؤلاء المشبهه الذين يشبهون الرب بمخلوقاته سبحانه وتعالى عن تشبيههم ماذا يقولون المشكله ان هؤلاء كانوا مسيطرون على الامر لانهم كانوا عاد سلاطين والسلاطين كانوا من سلاطين بني اميه وبني العباس يستعينون بهؤلاء لكسب الشرعية في صفوف الناس ولحد الآن دعب الطغاة هكذا الحاكم الطاغي يريد يبين للناس أن له مشروعية دينية فعليهم أن يخضعوا له يشتري ذمم بعض الناس ممن تعلموا بعض الكلمات وسموا بالعلماء مثلا فهؤلاء يبرزهم في الإعلام وهم يصفقون له ويبررون أفعاله ويأمرون الناس بإطاعته فهذا الأمر كان في طول التاريخ ولحد الآن موجود الحكام الظلمة يستعينون بوعاظ السلاطين هؤلاء كانوا ناس يضعون الحديث يكذبون على الرسول صلى الله عليه وآله كلما اشتهى الحاكم وقد كثر اكاذيبهم وموضوعاتهم على الرسول صلى الله عليه واله والرسول منهم بريء وكلما كانوا يعجزوا عن شيء يستعينوا بكتب اليهود والنصارى وما الى ذلك ولذا كثرت الاسرائيليات في مروياتهم والائمه عليهم الصلاه والسلام حفظوا الدين من الانحراف ولولاهم الدين كان ينحرف مثل اليهودية والنصرانية، الدين الذي نزل على موسى الطريقة الشريعة التي نزلت على موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كانت شريعة ودين إلهي، شريعة إلهية الله فضل هؤلاء في زمانهم واختارهم وأبعث فيهم أنبياء وموسى عليه الصلاة والسلام الله أنزل عليه التوراة في ألواح فتلاح على بني إسرائيل لكن بعد موسى عليه السلام حرفوا وكذلك عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بعد عيسى حرفوا ولأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الإسلام خاتمة الأديان جعل ضمانات لكي يصل الإسلام الصحيح إلى الناس في طول التاريخ لله الحجة بالغه فلذلك الله سبحانه وتعالى هيئ الوسائل لحفظ هذا الدين حفظ القران من التحريف هذا العماد الاول، الثقل الاول الاكبر وايضا شفعه باهل البيت في كل الازمنه اهل البيت كانوا ولا زالوا موجودين دائما واحد منهم موجود وهؤلاء كانوا يبينون الحق فإذا أي انحراف يصير يبينون فلذا الدين خالص وصل بس الناس منحرفين الحجة عليهم لكن حجة الله سبحانه وتعالى في كل الأزمان موجودة فلذا أصحاب الأئمة حينما كانت تنتشر هذه الأفكار الباطلة كانوا يأتون ويسألون الأئمة عليهم الصلاة والسلام حتى يبين لهم الحق الصراح فقال ما يقولون فيه هؤلاء المشبهه المجسمه قلت يقولون يهلك كل شيء الا وجه الله يعني مجسمه كانوا يقولون ان الله سبحانه وتعالى له وجه له يد له رجل كل شيء يهلك يعني والعياذ بالله هكذا يتصورون ان لله اعضاء وهذه الاعضاء تهلك الا الراس مثلا الا الوجه فقط والعياذ بالله من كفرهم وتشبيههم وتجسيمهم. فقال سبحان الله لقد قالوا قولا عظيما جسموا الله، شبهوا الله، في الواقع هؤلاء عبدت صنم لا عبدت الرب سبحانه وتعالى. يعني من يتصور ان الرب هو جسم له اعضاء جالس جلوسا حقيقيا ويعبد هذا الرب هذا ليس هو الله هذا الصنم صوره في ذهنه وهذا الإنسان يعبد صنما موهوما في ذهنه لا أنه يعبد رب العالمين وهو يتوهم أنه يعبد رب العالمين لقد قالوا قولا عظيما إنما عنا بذلك وجه الله الذي يؤتى منه يعني الدين مثلا او او الانبياء والائمه لان هذا الكلام من الامام ينطبق على التاويل الاول اللي هو الدين وعلى التاويل الرابع اللي هو الائمه عليهم الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى عنا بهذه الايه يعني في تاويل هذه الايه لان التاويل ايضا مقصود هذه مساله مبحوثه في علم اصول الفقه في ان هل يجوز استعمال اللفظ في اكثر من معنى او لا؟ هناك هذه المساله مبحوثه وكذلك في علم الكلام ايضا مبحوث وفي بعض علوم القران ايضا ان الايه الشريفه لها معان مختلفه المعنى الاول هو ظهر الايه وظاهرها والمعاني الاخرى هي بطون للايه فالبطون ايضا معنيه ومقصوده انما عنا بذلك وجه الله الذي يؤتى منه. حديث اخر ايضا عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في تاويل هذه الايه تاويلا ينطبق على الدين وعلى الائمه وعلى الرسول صلى الله عليه واله وسلم وعليهم السلام. يقول الامام قائل من أتى الله بما أمر به من طاعة محمد صلى الله عليه وآله فهو الوجه الذي لا يهلك طاعة الرسول أنت تواجه الرب عن طريق طاعة الرسول ما آتاكم الرسول فخذوه الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى غالب البشر يعبدون الله الملاحده قليلون جدا في كل مجتمع الملاحده قليلون وعامه البشر يعتقدون بالله سبحانه وتعالى لكن اعتقادهم بالشرك غالبا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فلذلك الجميع إلا من شذ وندر يعتقد بالله ويعبد الله لكن هذه العبادة إذا لم تكن من الطريق التي أرادها الله سبحانه وتعالى تكون عبادة باطلة لأن الله سبحانه وتعالى يعبد من حيث يريد لا من حيث يريد الناس خلافا لإرادته حينما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة امرهم ان يسجدوا لادم على نبينا واله وعليه الصلاة والسلام ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين فابليس خاطب الله سبحانه وتعالى يا رب انت هذا تكليف وجوب السجود لادم ارفعه من عاتقي واني مستعد ان اسجد لك كذا الاف من السنين الله سبحانه وتعالى قال: انا اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. عبادة الله ان تطيعه في كيفية العباده. الله يريد منك ان تسجد لادم هذا الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى لك. انت تجي تقول لا انا ما اسجد لادم فقط اسجد لك يا رب. مثل طريقة بعض التكفيريين المنتحلين الاسلام هكذا اي عباده لله سبحانه وتعالى مثلا يعتبرها شرك اذا انت فعلت فعل امر به الله سبحانه وتعالى وامر به الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرها شرك يقول العباده لله فقط صحيح العباده لله فقط لكن اي باي معنى العباده لله؟ العبادة لله بمعنى أنه تمتثل ما أمرك به الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أمر إخوة يوسف ويعقوب وأمهم أو خالتهم أن يسجدوا ليوسف وخروا له سجدا أمرهم بذلك إذا واحد منهم ما كان يسجد بهذه العقلية يقول أنا لا أسجد إلا لله مثلاً كان يخرج من طاعة الله سبحانه وتعالى. طبعا في الشريعة الإسلامية نسخ ذلك الحكم. لذا الآن لا يجوز لنا أن نسجد لبشر. لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة يريد لنا أن نخصص السجود له سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للملائكة أراد منهم أن يسجدوا لآدم. بالنسبة إلى يوسف وإخ... بالنسبة إلى إخوة يوسف وأبيهم أراد منهم أن يسجدوا ليوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. فإذا الطاعة أن تطيع الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يريدها. الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن تكون قبلتهم بيت المقدس. لذا في مكة الرسول صلى الله عليه وآله كان يصلي اتجاه بيت المقدس لكن كان يقف في المسجد الحرام في مكان اللي الكعبه تكون امامه بينه وبين المسجد الاقصى بيت المقدس فلذا في مكه ما كان يبين او ما كان بين للناس ان الرسول صلى الله عليه واله قبلته بيت المقدس هذا ما كان واضح لانه كان يتجه باتجاه بيت المقدس لكن يجعل الكعبه امامه، يعني الزاويه التي يختارها من المسجد الحرام كانت زاويه تجعل القبله امامه وبيت المقدس وبيت المقدس ايضا امامه. لكن حينما هاجر الى المدينه صلى الله عليه واله الكعبه تصير جنوب المدينه وبيت المقدس يصير شمال المدينه فهناك تبين ان الرسول والمسلمين يصلون باتجاه بيت المقدس. بعد ذلك بعد مرور اشهر 18 شهر 19 شهر والرسول صلى الله عليه واله يصلي في مسجد من المساجد نزلت الايه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فالرسول صلى الله عليه واله وهو في الصلاه توجه الى الكعبه يعني غير الجهه من الشمال الى الجنوب هو كان في مسجد يسمى الان بمسجد ذو القبلتين هناك روايات اخرى انه كان في المسجد النبوي كذا هذا تفصيله مرتبط ببحوث تفسيريه. لكن الشاهد الله سبحانه وتعالى بعد اشهر في المدينه امر بالتوجه الى الكعبه. زين البعض جستشكل من اليهود اذا قبلتكم السابقه كانت صحيحه فهاي القبله الجديده باطله. واذا هاي القبله الجديده هي الصحيحه فصلواتكم الماضيه باطله. فالآية نزلت وما كان الله ليضيع إيمانكم القبلة الصحيحة السابقة كانت بأمر من الله فهي صحيحة والآن القبلة الجديدة بأمر من الله سبحانه وتعالى فهي صحيحة أيضا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إذا الرسول صلى الله عليه وآله هو وجه الله يعني أنت يجب ان تطيع الرسول لتطيع الله، لتطيع الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا الامام عليه الصلاه والسلام، الامام الصادق في هذا الحديث يقول: من اتى الله بما امر به، بما امرك الله به من طاعه محمد صلى الله عليه واله فهو الوجه الذي لا يهلك. يعني هذه الطاعة هذا الدين هو الذي لا يهلك أو محمد صلى الله عليه وآله دينه لا يهلك لا يزول وكذلك قال من يطع الرسول فقد أطاع الله إذن نحن حينما نأتي إلى هذه الآيات الشريفة يجب علينا أن نخلي أن نضع في بالنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات وأنزل تفسيرها على رسوله محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك أنزل تأويلها على الرسول محمد صلى الله عليه وآله. في سورة القيامة الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله سبحانه وتعالى بين ظاهر القرآن وباطن القرآن للرسول والرسول صلى الله عليه واله بين وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، لماذا؟ لان هناك ايات متشابهه منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. فالله سبحانه وتعالى علم رسوله معاني الايات وتاويلها ايضا. ولذا عندنا في بعض الاحاديث ان الذي نزل على الرسول محمد صلى الله عليه واله يعني بنص القرآن وتفسير القرآن وتأويل القرآن سبعة عشر ألف آية ستة آلاف ونيف هي نص القرآن لأن هذا القرآن الذي بأيدينا هو كما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله بلا زيادة حرف ولا نقيصة حرف ستة آلاف ونيف هذه آيات نزلت هي نصوص القرآن وهناك أكثر من عشرة آلاف حديث قدسي آية من اللي هي أحاديث قدسية نزلت في تفسير وتأويل هذه الآيات ثم إن علينا بيانه زين فنجي إلى هذه الآية اللي هي محل كلامنا الآن كل شيء هالك إلا وجهه المجسمة المشبهة يتورطون اما ان يتنازل عن مبادئه الفاسده واما ان يلتزم بقول عظيم في كفره والحاده لكن حينما تذهب الى الراسخين في العلم بينوا لك المعنى الظاهر من الايه وهو حجه وبينوا بعض بطون الايه وهو ايضا حجه الينا لانه بيان من الراسخين في العلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الرسول وآله وطاعتهم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين